هل تهزم الولايات المتحدة الأمريكية في غزة؟ هل تدفع نفس الثمن الذي دفعته في الصومال؟ هل تخرج من منطقة الشرق الأوسط بعد خروجها من أفغانستان ومن العراق مهزومة ومسحوقة إلى الأبد؟ حالة من التعتيم الإعلامي على ما يجري داخل إسرائيل، وحالة أيضا من التعتيم الإعلامي على ما حدث مع قوات النخبة الأمريكية التي وصلت إلى الكيان المحتل وشاركت عددا من النخبة الصهيونية في محاولة لعملية استطلاع استخباراتية في قطاع غزة بريا. ما حدث كما جاء في الصحافة الأمريكية وحسب اعترافات أعضاء في الكونجرس أو في مجلس الشيوخ الأمريكي سابقين أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تسحق قوات النخبة الأمريكية وقوات النخبة الصهيونية، وهناك عدد كبير من الضحايا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أن معركة غزة هي معركة بين فصيل المقاوم وبين كيان المحتل، وإنما اعتبرت هذه المعركة أنها جزء من رسم خريطة الشرق الأوسط أو خريطة العالم الجديد. لذلك جاءت ببواريجها وبحاملات الطائرات وهي تحرس الكيان الصهيوني في محاولته الفتك بغزة. القصة ليست حربا بين غزة والكيان المحتل في العرف الأمريكي، وإنما هي محاولة لإعادة الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بعد أن بدأت روسيا في الوصول إلى العمق الأفريقي، وبدأت الصين تصل إلى أقطار كثيرة في منطقتنا في الشرق الأوسط. الأمريكان جاءوا من أجل تحقيق هدف استراتيجي يبدأ بنهاية غزة تماما ومحاولة إعادة الكيان الصهيوني تحت شعار القوة التي لا تقهر أو الجيش الذي لا يقهر. سياسيا يبدو أن أمريكا تخرج من الشرق الأوسط ومعها تقريبا فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، لأنه هذه القوة مجتمعة بتحاول بشكل أو بآخر أن تضغط عكس التيار، في حين أن هذه العواصم أو العواصم الأوروبية وكثير من المدن الأمريكية بتشهد مظاهرات كبيرة جدا دعما لغزة فيما يحدث لها من جرائم حرب ومجازر، إلا أن الإدارة الأمريكية تحاول بشكل أو بآخر أن تعود إلى المنطقة بالقوة الجبرية، ولكن عاطفيا وسياسيا وفي مفهوم شعوب المنطقة نتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها قوى الغرب خرجت إلى الأبد من هذه المنطقة. يبقى نقول أن كتائب القسام في يدها أمانة الآن. كتائب القسام هي التي تستطيع أن تكتب نهاية الغرب ونهاية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بدءا من غزة ثم امتدادا إلى بقية العواصم العربية وعواصم منطقة الشرق الأوسط. كتائب القسام إذا ما حققت انتصارات على الأرض في الفترة القادمة في الحرب البرية ضد قوات النخبة الأمريكية وضد القوات الصهيونية، فإنها بلا شك ستكتب نهاية لأمريكا كقوة مهيمنة على العالم.